ايوا شو واش كتوكلوا لولادكم واش كيشربوا ولادنا؟ اشوف عصير الليمون اجدال توكلوا ولادكم جهنم الكحلة. هذا راه كلكم كاع اللي عنده شي واحد صديق الصديق ديالو يصيفط لي. انا شفت مطيشة هكذا دايرة والله العظيم الا شفتها هكذا في اكادير في السبت ديال القردان هكذا بالصنادق والناموس فوق منها وطحن يا ما طحن وباركين يطحنوا ويصيفطوا لعباد الله. ملي كنقول ليه هاد الناموس تيقول لك كلشي كيطحن وكيديروا ليه الدواء كيموت الميكرو. علاش ولاو الكروش ديالنا كيديروا هاد الشي ديال الكونسير كثر وهاد الشي ديال السكر كثر من هاد الميكرو؟ لعنهم الله الى يوم الدين. خاصهم يديروا واحد اللجنة ولكن هاد اللجنة ما عايوصلوا لتما ويدوروا ليهم داكشي يسمعوهم جايين يديروا داكشي كلشي زين. الا بغى يمشي شي وزير ولا يمشي شي مفتيش ولا شي حاجة كيديروا كلشي داكشي كيحطوا مطيشة ديك الزينة وكلشي ولكن ما كاينش المراقبة. داك المراقب تمايا ما يقدرش يهدر الهدر يحيدوا ليه اللسان. في المغرب بأسري والله يهديهم علينا الله يهديهم علينا. واللي عنده شي صديق يصيفط لي هذا الميساج.